السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل، وفضلا وليس أمرا ما تنسونيش أخوتي من لايك، وإليكم التفاصيل. محبوب المغاربة اللي كيحبوه الناس داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، الفنان محمد الريفي كينزل فيديو على الحساب ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لثاني مرة. هو مسكين تيغوت بواحد الحرقة وتيقول عتقوني، حالته مسكين تتقطع القلب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. حتى بدات الحالة ديالو كتحسن، ولا كينزل تصاور على الحساب ديالو تيقول الحمد لله، لكن رجعت الدهورات الحالة ديالو. غادي نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم، عافاكم الله يرحم، عافاكم الله يرحم والدين، أخوكم تيموت الله يرحم والدين، عافاكم عتقوني مصارني الله يرحم والدين، الله يستر عليكم، عافاكم الله يرحم والدين، بوجه نبيكم محمد يا ربي مصارني تضروني، عافاكم عافاكم الله يرحم والدين. فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنسان طيب، كانت الابتسامة ما كتفارقش الوجه ديالو، فحسبي الله ونعم الوكيل في أي واحد كيأذي خوه المسلم. ودعواتكم معاه أخوتي بالشفاء العاجل، الله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب، والله يحفظوا لميمته والزوجة ديالو. شكرا لكم أخوتي على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.